طريقه 3 4 3 واحنا بنتكلم عنها وشايفينها. كريم فؤاد المفروض بيلعب باك ليفت في الشوط الاولاني، باك رايت في الشوط الثاني، لكن النهارده عامل كانه وينج. النهارده بيهاجم، عنده اريحيه، بيرجع يدافع، ما شاء الله ظهر بشكل اكثر من رائع النهارده. خد بالك يا كابتن، طريقه 3 4 3 المفترض الناحيه الهجوميه ما تبقاش بيلعبوا على الاطراف. بمعنى ايه؟ لما تيجي تلعب بالاربعه النص، انت بتلعب بثلاثه فلات وبعدين تلعب باربعه في الوسط، بيبقى طرف يمين وطرف شمال، دول بيبقوا انجاد. لو انت لعبت قدامهم في مدارس، لو لعبت قدامهم بطرف يمين وطرف شمال بتبقى مشكله عندك، لان الاثنين بيقفلوا على بعض. لان المفروض اللي هو في الوقت ده بيعمل ايه؟ بيدخل اتنين روس حربه جوه وبينزل تحت واحد علشان يفتح الحته دي. وفي ناس بتلعبها ثلاثه. لو انت عاوز تلعبها ثلاثه يبقى الافضل تلعبها اربعه ثلاثه ثلاثه، لكن لما تقلب وتلعب ثلاثه اربعه ثلاثه يبقى يجب الناس اللي قدام لازم يبقوا لجوه، واحد زي قفشه مثلا يلعب تحت الراس حربه، واحيانا ينزل قفشه يبقى خامس في وسط الملعب عشان يبقى اتنين روس حربه عشان الطرفين. زي النهارده شفنا اول هدف جابه كريم فؤاد، الهدف ده جابه لولا ان اللي جوه التواجد ده التواجد في المنطقه دي، ما هو التكمله، ما هو التكمله بتاعته. هو المفترض بيلعب طرف 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 بحت، يعني هو الباك رايت والباك ليفت في طريقه الاربعه بيبقوا في نص الملعب، بيبقوا ما بين نص الملعب، ما بيبقى الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه. ليه؟ علشان ينزل الديفندر يبقى تحت زي حمدي فتحي اللي منجح الفكره. ليه؟ لان حمدي فتحي لما بينزل تحت اللي بيحصل؟ الاثنين المدافعين بينزلوا زي علي معلول وزي اكرم توفيق مثلا، بينزلوا مع الاثنين لو بدري بنون وايمن اشرف، بينزل مين معاهم؟ حمدي فتحي بيبقى في وسطهم هما الاثنين. لما حمدي فتحي بيبقى في وسطهم هما الاثنين، هما بيبقوا قدام. النهارده انت شفت اللي عملها حسين الشحات الشوط الاولاني ناحيه اليمين، كريم فؤاد ناحيه الشمال. كريم فؤاد عنده حته ال 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 عاوز اقول لك الجري، وكان في تعليمات النهارده هتقول لنا الهدف الاول كده، والكابتن عادل بيتكلم علشان نشوف تمركز كريم فؤاد في لقطه الهدف الاول. هو مطلوب منه انه يخش، حتى حسين لما عمل الهدف ده الهدف معانا، يعني عمليه الاستحواذ طبعا. اتفضل يا كابتن. مفيش تقيد، هو لقى الحته فاضيه، راح كمل. خد بالك اصله جوكر كريم فؤاد، ممكن بيلعب نص ملعب كمان، وبيلعب طرف شمال وبيلعب طرف يمين، يعني هو مش مدافع بس. كريم فؤاد يعني لعيب من اللعيبه الكبار اللي انا بقول لك عليها. لكن بتكلمك على طريقه اللعب، لو انت قفلت على الاثنين اللي بره يبقى طريقه اللعب لازم تتغير 4 3 3. لو انت دخلت الاثنين روس حربه، علشان كده مثلا في ماتش الزمالك لما جينا نلعبها لعبنا الشوط الاولاني، كان في دخول في اثنين في وسط الملعب، اثنين في الفراوده اللي هو كانتا وكان محمد شريف، كانوا بيدخلوا كتير قوي في وسط الملعب، وكان بينزل قفشه، بينزل بيلعب في كل حته قفشه، ولكن كان بينزل تحت عشان تدي لعلي معلول وتدي لاكرم توفيق الحريه، زي النهارده تدي لحسين الشحات ناحيه اليمين والكريم فؤاد. والحاجه بقى المهمه اللي كان في نص الملعب كان عبد القادر. عبد القادر كمان هو طرف اكتر من انه يبقى، لكن يقدر يلعب في اكتر مكان.